بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، كان لآدم وحواء عليهما السلام الجنة فاختبر بوسوسة الشيطان والشجرة، ونوح أكرمه الله بالعمر الطويل في الدعوة واختبره الله بقلة من آمنوا، وأكرم الله داود بالحكم فاختبره الله بمن تسوروا المحراب من الملائكة ليحكم بينهم فأخطأ وسارع بالتوبة، وأكرم الله سليمان بالملك فاختبره الله بالخيول الأصيلة فألهته عن الصلاة فسارع بالتوبة، وأكرم الله إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله وحبيبه فاختبره الله بنفس نعمته وهو ذبح ابنه إسماعيل ليختبر حبه لله، وأكرم الله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بفصاحة اللسان وقوة البيان والقرآن فاختبره الله بقلة من آمنوا بداية الدعوة فصبر حتى دخل الناس أفواجا، وأكرم الله الصحابة بالدخول للحرم للعمرة وهنا يحرم الصيد فاختبرهم الله بالصيد من طيور وفراخ طير وأرانب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. عجبا أحبتي، كلما أكرم الله العبد بنعمة اختبر الله العبد بها، وأي إكرام أعظم من شهر رمضان يدخل عليك أخي الحبيب أختي الكريمة وبه ليلة القدر خير من ألف شهر، فيأتي الاختبار بفضائيات تنثر لك مسلسلات ماجنة وغناء ورقص بعد تمرات تضعها في فمك فرحا بصيامك، فاستعد أخي الحبيب، فرب نهار رمضان هو رب ليل رمضان. أسأل الله أن يبارك لنا في شهر رمضان وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وبارك لمن نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها عشرا.